كل يوم الناس يطلعون من بيوتهم سارين أعمالهم، وهم يدرون أنهم حصلوا على هذه الأعمال لسبب معين، وأنهم لازم يظلون محافظين على هذا الشيء اللي يميزهم عن غيرهم، ولا ما بيستمرون في وظائفهم. طيب اسأل نفسك ليش عطوك هذه الوظيفة، واسأل نفسك أنت لما تبحث عن شركة تتعامل إياها ليش التعامل مع هذه الشركة وما التعامل مع شركة أخرى تبيع تقريبا نفس البضاعة، وليش تشتري من هذا المحل وما تشتري من المحل الثاني، وتقول لصديقك اتحمل تصير عند هذا تصير عند الثاني. الناس تتعامل مع اللي تثق فيه، وتوظف اللي تثق فيه، وتسلم مفاتيح سيارتها للجراج اللي تثق فيه، وتودي عيالها للمدرسة اللي تثق فيها، وتحجز موعد عند الدكتور اللي تثق فيه. ولا يمكن أن يتعامل الناس مع أناس غير جديرين بالثقة، صح ولا لا؟ يقول الشاعر الأمريكي رالف إمرسون: الثقة هي السر الأول للنجاح، إنها جوهر البطولة. إذا أردنا أن نعرف الثقة شو بنقول؟ وإذا سألتك هل تثق في نفسك شو بتقول؟ طيب هل أنت شخص يثق الناس فيه؟ وهل تعلم أن الناس تعتمد على ثقتك أنت في نفسك؟ الثقة تبدأ من الداخل، من إحساسك بأنك إنسان يستحق لهذه الثقة، ومن طريقة رؤيتك لنفسك وأنت تمارس المصداقية في حياتك، لأن الثقة هي التمتع بالمصداقية أمام نفسك ومن ثم أمام الآخرين. طيب ما هي المصداقية وكيف نفسرها؟ يقول الكاتب ستيفن إم آر كوفي، وهو ابن الراحل ستيفن آر كوفي: تخيل أنك تم استدعائك في محكمة كشاهد، ومحامي الدفاع يحاول يقنع هيئة المحلفين أنك شاهد ثقة. ما الذي سوف يحاول إثباته؟ يقول تقريبا 4 أشياء. أولا أنك شخص تتمتع بالنزاهة، يعني إنسان أمين، وتتسق أقوالك مع أفعالك، ومشهور بالصدق وما تكذب. ثانيا أن نيتك حسنة، يعني ما بتحاول تخدع ولا تحمي حد، وأن ما عندك دوافع سيئة أو خفية. ثالثا أن أوراق اعتمادك ممتازة، يعني أنت بالفعل تتمتع بالخبرة والمعرفة والكفاءة في هذا المجال اللي طلبوك علشان تشهد فيه. رابعا وأخيرا أن عندك سجل مهني جيد، وأنك صاحب إنجازات. الآن لو وقف محامي الخصم وحاول يقنع المحلفين أنك لست موضعا للثقة، فما الذي سيحاول إثباته؟ أكيد عكس كل اللي قلناه، يعني أنك غير أمين، وأنك ما عندك نزاهة، وأنك سبق وأن كذبت في الماضي، أو أن عندك خلل في الشخصية، أو مثلا عندك دافع عدواني، أو أن مؤهلاتك غير كافية كخبير، أو ما تصلح في المجال اللي يفترض أنك تشهد فيه. ليش ضربنا هذا المثل؟ لأن الحياة محكمة كبيرة يعتمد فيها الناس على فكرة أساسية، وهي هل أنت جدير بالتصديق أم لا. وتعرف كيف تكون جدير بالتصديق؟ لما تصدق في عهودك اللي تقطعها على نفسك واللي تقطعها للآخرين، ولما تعرف، نعم لما تعرف، الإنسان المثقف المطلع الدقيق في معلوماته يشعر الناس بأن محل ثقة. ليش؟ لأنه ينير عقولهم ويؤثر في حياتهم. علشان نبني جسور الثقة في داخلنا لابد أن نقوم ببعض الخطوات، ومنها أن نتكلم بالصراحة، أن نعامل الآخرين باحترام، أن نصحح أخطائنا، وأن نتحدث عن الغائب وكأن حاضر، وأن ننصت لتوضيحات الآخرين، وأن نلتزم بكلماتنا. طيب كيف ممكن نطبق هذا كله بشكل عملي؟ أخبركم الحين كيف نبني الثقة في داخلنا وعند الآخرين. هناك سلوكيات إذا التزمنا فيها راح نبني صرح الثقة. من هالسلوكيات أنك تتكلم بصراحة، خلك واضح وقول الحقيقة ولا تخبيها ولا تزيف. قول للآخر مثلا: أنا أحب أنك كذا وما أحب كذا، وتكلم بوضوح بدون ما تجرح ولا تحقر، بس وضح. يعني مثلا ممكن تقول لزوجتك: أنا عندي مبلغ معين،
قدره كذا، بعطيش منه كذا، وأنا باخذ لي كذا، والباقي بنحطه في التوفير. بدل ما تقولها أنت ما تقدرين ظروفي ولا يهمش غير نفسك والمظاهر. كم مرة مر عليك موقف تمنيت فيه أن الطرف الآخر قال لك الحقيقة وكان صريح معك؟ وشو يصير لما تعرف بعد فترة أنه خب عنك الحقيقة؟ وشو يصير لمنسوب الثقة بينكم؟ يقل، صح ولا لا؟ طيب كم مشكلة صارت بين شخصين وتفاقمت وكبرت وقال بعدها واحد منهم عن الثاني أخ بس لو خبرني وكان صريح وياي كان ما صار اللي صار، كنت بناقشه وبتفاهم وياه، لكن الحين بعد ما اكتشفت الحقيقة لا يمكن أن أثق فيه مرة ثانية. عامل الآخرين باحترام. هالكلام موجه حق المدراء، يعني لما تعامل الآخرين باحترام خاصة اللي هم تحت أمرتك يزيد ثقتهم فيك، فالناس تنتظر من اللي يترأسهم إظهار الاحترام لهم، وساعتها يثنون عليه ويقولون إنه جدير بالثقة والقيادة. أفعال صغيرة نقدر نسويها لإظهار الاحترام. على سبيل المثال، شوف لما الأخ الكبير يدعو أخته اللي في الثانوية مثلا على عشاء أو غداء أو يوديها السينما، تطير من الفرح وتحس بقيمتها عنده، فاللطافة جزء من الاحترام أو هي الطريقة المؤدية إليه. فكن لطيفا مع أهلك وموظفينك والخدم في البيت والنادل في المطعم وعامل نظافة في الشارع، مش علشانهم، لا، علشانك أنت، علشان ترفع ثقتك بنفسك. صحح أخطائك. لما تخطئ في حق الآخرين يا اعتذر بسرعة، ليش تتأخر في الاعتذار؟ الإسراع في الاعتذار دليل على أنك إنسان مبادر وشجاع وتستحق الثقة. أيضا تحدث عن الغائب وكأنه حاضر. لما تظهر الاعتراف بفضل الآخر الغائب وإحنا ما ننتظر أي مقابل على هذا الفعل، فإحنا في الواقع نقوم ببناء الثقة مع الأشخاص الحاضرين. أما لما نذم الشخص غير الموجود فنحن نخسر ثقة الحاضرين بالتأكيد، لأن الناس تدري أن اللي يذم غيرك قدامك راح يذمك قدام غيرك. ومن يتحدث عن الآخرين باحترام وثناء في غيابهم فهو في الحقيقة شخص واثق من نفسه ومن قدراته، شخص ما يشعر بالضعف لأنه يمدح الآخرين. تعرف ليش؟ لأنه يدرك بأن نجاح الآخرين لا يعني فشله هو. اسمع توضيحات الآخرين، اطلب من الناس الفيدباك واسمع آرائهم. لا تقول اللي عندك وتمشي، قولهم شو رأيكم، شو ممكن نضيف، وشو اللي ممكن يتغير باللي اقترحته. خلك شجاع في سماع النقد وفي تغيير خطتك بناء على اقتراح الآخرين، فأخذك بآراء الناس مش ضعف بل ثقة عالية جدا. وأيضا التزم بكلمتك. لما يأتيك عميل جديد وانت صاحب مصنع ويطلب منك تسوي له مثلا قطعات أثاث جديدة وتوعده انك بتخلص في فترة محددة وبمواصفات محددة وبالفعل تخلص العمل مثل ما وعدته وتحقق النتيجة المطلوبة، فهذه أحسن وسيلة لكي ترفع الثقة في نفسك وفي عملك وأنتاجك. الالتزام بالنتائج والمواعيد شكل من أشكال الثقة بالنفس. كل ما بنيت ثقتك في نفسك من خلال اللي ذكرناه قبل شوي استجاب لك الناس أكثر وأعطوك ثقتهم واحترامهم، وهذا هو أحد أسرار البطولة في الحياة. وفي نفس الوقت احرص أن تعطي الثقة لغيرك إذا وجدت أن يستحقها أو يحتاجها. حاجة الإنسان إلى الثقة مثل حاجته إلى النور وهو في وسط الظلام. وفي مرحلة من مراحل حياتك قد ترغب في أن يمدك أحد بالثقة كما يحتاج الغريق في أن يمد للشخص طوق النجاة. تقول الحكمة إن القائد الناجح ليس الذي يجعل الناس يثقون به عي المن، بل الذي يجعلهم يثقون بأنفسهم. مع السلامة. قدم هنا تجني هنالك وانعم بمالك في مآلك وافعل جميلا إنما تحكي الجمال عن جمالك أو بقرابتك.
حقها وارفق بمن هم في رحالك وامنح بغيري تكلف واحمل على قدر احتمالك. تبقى الشمائل وحدها علاقة بعد ارتحالك. قدم هنا قدم هنا تجني هنا فالك.